Çalan temin oldu, el istesi kılıyor. Ne yapıyor? Mensip eğer kendisi bu bayan istesi. Bu ben bu bayan istesi ile Türk'ü değil. Ama var o best presentation. Lili istesi. Our test on istesi. Our istesi on point. Her section will look on roots. وعرفنا زي بنحسب combined stresses سواء كانت combined normal stresses أو combined shear stresses. قلنا في موضوع تاني خاص بالستريسز آخر موضوع إن شاء الله اسمه principal stresses أو يعني مش فاكر principal stresses اسمه transformation of stresses and strains. يعني هو الستريسز دايما متعلقة بالستريسز. هو الموضوع ده اسمه transformation of stresses and strains. قلنا أي موضوع هناخده نعرف هو ايه الموضوع ده معناه ايه بالظبط كويس وايه فايدته. الفايده الاولى والاخيره من حساب اي ستريس زي ما احنا قلنا هي عمليه ديزاين. انا بعمل الاناليس ده كله عشان اعمل ديزاين لسكشن بعد كده. السكشن ده بقى بتاع عنصر متشال قمر بقى عمود بلاطه رفع فاونديشن ايا كان اعمل ديزاين لوصله فايا كان انا مهمتي حساب الاستريس وعمليه الديزاين. وطالما انا هعمل ديزاين ممبر يبقى لازم اكون حاسب كريتيكال ستريسز عليه او الماكسيمم ستريسز عليه صح؟ اكيد لما اجي اعمل ديزاين ممبر انا يهمني الماكسيمم ستريسز اللي جايه عليه عشان اشوف هل الماكسيمم ستريس دي اقل من الاول ولا لا؟ والله لو اقل من الاول يبقى القطاع اللي انا مصممه ده سيف وحكايه الايكونومي بعد كده بقى نشوفها بقى في ايه؟ في المارجن اللي انت بتصمم فيه ان شاء الله بعد كده ايه؟ نخش في الديزاين شويه. طيب وبالتالي بقى مهمتي دلوقتي ان انا احسب الماكسيمم ستريسز. والله احنا خدنا في الاول خالص النورمال ستريس سنه اولى وقالك ما نعرفش النورمال ستريس ازاي دي دو نورمال فورس او دي دو بين المنبر مش عاوز صوت خالص مش عاوز صوت خالص خدنا ازاي نحسب النورمال ستريس نتيجه النورمال فورس او نتيجه البند مومنت خدنا برضه ازاي نحسب الشير ستريس نتيجه الدايركت شير فورس يو سواء كانت على الوصلات او انها دايركت كيو على الاريا او اندايركت او على السوليد سيكشن اللي هي كيو في اس على اف بي او السيمون سيكشن كيو في اس على اف تي او الشير ستريس نتيجه التورشن صح؟ او كومبايند شير ستريس نتيجه ايه؟ كيو واي كيو اكس ايه؟ وتورشن. طيب ايه بقى موضوع الترانسفورميشن اوف ستريس ده وايه مهمته؟ احنا قلنا مهمته ان انا ازاي احسب الماكسيمم ستريسز اللي جايه على القطاع. ما دام مهم موضوع الترانسفورميشن اوف ستريس ده مهم اعمل في ايه؟ في عمليه الديزاين، ان انا احسب الماكسيمم ستريس اللي جاي على القطاع. طب ايه بقى هو الموضوع ده؟ هو موضوع مش جديد خالص، يعني انت خلاص هو الستريسز نوعين، نورمال ستريس وشير ستريس. باختلاف بقى الفورسز اللي بتابلاي الستريس دي. طب ايه بقى موضوع الترانسفورميشن اوف ستريس ده؟ موضوع الترانسفورميشن كده باسم ترانسفورميشن ان انا دلوقتي كنا كلنا بنحسب الستريسز اللي هي كانت النورمال ستريس او الشير ستريس كلنا كنا بنشتغل على الوضع الجلوبال اللي احنا عارفينه صح؟ كان يجي نورمال فورس او بند مومنت كده او كده كنا بنحسب نورمال ستريس على كده. كان يجي شير فورس كده كيو واي كيو اكس او تورشن كنا بنحسب ايه؟ شير ستريس على الوضع ده. قال لك لا والله في حاجه ثانيه القطاع ده او الالمنت ده لو لف قطاع العنصر ده لو لف في زاويه معينه ممكن يولد عليه ماكسيمم ستريس في اتجاه معين. بمعنى انت لو عندك هنا عايز قيمته مثلا 5 طن متر عاوز تحسب نورمال ستريس هتقول ايه؟ ام واي على اي صح؟ 5 مثلا واي بكذا على اي يطلع مثلا 1 2 طن على سنتيمتر مربع مثلا ده نورمال ستريس بتيجي للعزم ده صح؟ انا لو جيت لفيت القطاع ده بزاويه معينه كده واثرت عليه بنفس العزم قال لك النورمال ستريس ده ممكن قيمته تزيد او تقل وبالتالي انا يهمني ان احسب الاستريس دي ليه؟ عشان باجي اعمل ديزاين للسكشن ده يبقى سيف مش ممكن انا اكون مصممه على الكيس دي كده ويحصل اي حاجه في التنفيذ او انا بضايز او اعمل اي حاجه انا بضايز بس ما كنتش بالي ان هو روتيتد بزاويه معينه فيتولد عليه ستريس اكبر من اللي انا هحسبها اللي انا مصمم عليها وبالتالي يطلع عن سيف مش ده محتمل؟ مش احنا قلنا مهمتنا ان نحسب الماكسيمم ستريس دي على القطاع؟ قال لك بقى ايه؟ طب انت لو عندك عزم حوالين الواي وعزم حوالين الاكس دي تحسب النورمال ستريس هيبقى ايه؟ ام في واي على اي اكس او زائد ناقص ايه؟ ام في اكس على اي واي صح؟ قال لك الاستريس ممكن على سيرفيس ان القطاع ده يقل ممكن يزيد يعني ممكن بلان يوصل للماكسيمم وبلان يقل. طب ما هو بلان لو وصل للماكس بلان يقل ده مش مشكله انا مصمم اساسا على ستريس اكبر منه. طب
الستريس على سيرفس معين من الاليمنت يزيد، لا دي في مشكله، لان انا مش واخد ده في اعتبار وانا بصمم، صح؟ وبالتالي انا يهمني جدا ان احسب الستريس دي وانا بصمم. فده كونكلوجن كده لعمليه ترانسفورميشن اوف ستريس، معناها ان انا احسب الستريس على اي قطاع لاي عنصر انشائي بالنسبه او اس جي ار 2 روتيتد اكسس مش الكوردينيت اكسس اكس واي وزد اللي احنا عارفينه. ده كونكلوجن كده معنى كلمه ترانسفورميشن اوف ستريس. انا ازاي هاد كالكوليت ستريسز اون بلانز ويز جاب تو اورينت اكسس وذا ان فهمنا يعني ايه؟ حد عنده مشكله في الوقت دلوقتي؟ ده نعم اصلا القطاع العاده دي وضع رفض كده، وايه اللي هيخليه يلف؟ اوكي انا عارف انك السؤال ده، انت ما بتشوفش اي تغطيات في الهناجر صح؟ التغطيات دي بتبقى عباره عن مين فريم بيتكرر كل شويه كل سبيسنج معين، وبعد كده تلاقي مين فريم عمال يتكرر كده صح؟ وبعد كده على الروف بتلاقي كمرات كده عشان تقسم بقى الاريا دي عشان تعرف تغطيها، بعد كده كورجيتد شيت او اي سيرفيس او اي كفرنج يعني. الكمرات ديت بتبقى حاجه اسمها بيرلينز. بيرلينز كمرات قمر بس بنسميها في الستيل بيرلينز، ان شاء الله لما تفهم سنه ثالثه تفهم يعني ايه بيرلينز او مسمدات السقف. قمره بتغطي السقف. الكمره ديت بتبقى على سيرفيس مايل صح؟ القمر يبقى بتاعها اي، بتاعها زد، بتاعها سي، ايا يكن يعني، ممكن تكون اوت وورد وكل فورم. القمره دي دلوقتي كده على بلان مايل. فاساسا القطاع عامل كده. والفيرتيكال لودز اللي هي الديد لود واللايف لود جايه كده. فده اول تطبيق على موضوع البرنسبل ستريس، ان القطاع لف بزاويه واللودز جايه في الجلوبال كوردينتس، وبالتالي انا مهمني جدا احسب البرنسبل ستريس. فضلات كتيرة جدا. تطبيقات كتيرة جدا على موضوع البرنسبل ستريس. عارفين موضوع التنكات؟ في تنكات. تنكات خرسانية بتبقى سيبر او سلندر. تبقى اسطوانية، صح؟ او صوامع. عارفين الصوامع؟ الصوامع دي او التنكات بتبقى حاجات سلندر كده. تبقى حوائط خرسانية. البلان بتاع الستريس بتاع البليت ايلمنت ده بيسموه شيل ستراكشر او بليت ايلمنت. كل شويه عمال يتغير مع الاسطوانه صح؟ هو ده كده ليه كده؟ يعني انا اقدر احسب الستريس كده كده بس؟ لا البريد ده كل شويه عمال يتغير السيرفيس بتاع الاستريسز نتيجه ان هو سلندر صح؟ فده نوع من تطبيق من تطبيق البرنسبل ستريسز اللي انا مهمني جدا احسب البرنسبل ستريس في الحاله دي. لو عندي اي كاميرا بس ده في الميكانيكال حاجات الميكانيكال زي ما احنا بندرس تورشا على الشافتس فاكرين الشافتس؟ اللي كانت بتبقى دائريه. اما اجي احسب الاستريس على الشخص ديت برضه البلان اللي انا بحسب عليه الاستريس عمال يورينتد مع ان الاستراكشر ده سلندر ده. فده تطبيق من تطبيقات البرنسبل ستريسز. هو ايا كان نوع التطبيق يهمنا جدا ازاي نحسب البرنسبل ستريسز على القطاعات الاورينتد بمنتهى السهوله. الكاميرا انت عندك مثلا كاميرا مايله. انت خدت الكاميرا مايله الكاميرا دي اساسا قطاعها عامل ازاي؟ صح؟ وصح مايل مثلا بزاويه معينه واللودز جايه كده فيرتيكال لودز الديد لود مثلا صح؟ فاساسا القطاع بتاع القمر بالنسبه للودز هو اورينتد بزاويه معينه بس احنا بناخد الاعتبار ده في حساب الانترنال فورسز قلت له ايه؟ بدل ما احسب العكس كده انا احسبه كده يبقى اسمه دبليو ال اللي داش على ايه؟ على الثمانيه ساعتها انت حولت الفورسز لايه؟ للاوردنس العاديه. فايا كان التطبيق بتاع البرنسبل ستريسز هو الهدف منه حساب الماكسيموم ستريسز لو كانت ماكسيموم نورمال ستريسز اللي بيسموها برنسبل ستريسز او ماكسيمم شيلينج ستريسز. فالهدف منه ان احنا نحسب الماكسيمم شيلينج ستريس على قطاع. عرفت القطاع دي بتتحرك فين؟ اوكي فهمتوا يعني ايه ترانسفورميشن اوف ستريسز؟ ايه الهدف منه؟ هو بمنتهى البساطه هو انا حسبت الستريسز بالنسبه للاكسس اورينتد عن الكوردينيت اكسس او جلوبال اكسس اللي انا عارفها. ودايما يا جماعه موضوع الستريسز ليه الاسترينز بس احنا بندرس الاسترينز على فكره نفس القوانين دي بالظبط بتاعت الاسترينز بتاعت الاسترينز هي نفسها برضه الاسترينز بس باختلاف بقى الرموز بدل ما سيجما ماكسيموم يبقى ايبسون ماكسيموم دي ايبسون افريج هي نفس القوانين بالنسبه للاسترينز برضه بس احنا مالهاش علاقه بالاسترينز عشان الله يكمل في بعض بس طيب فعرفنا هدف موضوع البرنس والاسترينز تعالى شرح الكونكلوجن اللي انا قلته ده كده
differential element او small element من اي عنصر مشابه. تخيلوا دي كاميرا كده. وعليها نوت فيرتيكال هوريزونتال، وانا جيت خدت ديفرنشال ايلمنت او سمول ايلمنت منها كده، هندرس الايه؟ موضوع الديفرنشال سبيس بتاعها. تمام؟ خدنا الايلمنت ده كده كبرناه شويه، يعني اسمها سبيس. فاكرين في كومبايند سبيس لما قلت لكم عليه كلمه كومبايند سبيسز؟ قلنا ريبريزنتيشن اوف ستريسز ات ا بوينت ثرو ذا سكشن في ديفرنت بوينت، صح؟ يعني بنمثل الستريسز او بنحسب الستريسز عند بوينت في السكشن نتيجه الاحمال المختلفه، صح؟ طيب انا لو عاوز احسب الستريس عند بوينت سمحت علينا في الكومبايند اي بوينت، اي بوينت نسميها بوينت ايه مثلا؟ الستريس دي ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون نورمال ستريسز او شير ستريسز، في حاجه كده؟ طيب النورمال ستريسز دي بقى في السبيس، يعني انا لو خدت ديفرنشال ايلمنت كده في السبيس، الايلمنت ده ليه 3 فيسز صح؟ او 3 بلانز، موازيين الثلاثه بلانز اللي احنا عارفينهم واي زد واكس واكس زد واكس واي، صح؟ فالنورمال ستريس اللي ممكن توجد ايه؟ يا اما نورمال ستريس على البرمنديكولار كده على البلان ده اسمه سيجما اكس، صح؟ يا اما على البرمنديكولار على البلان ده اسمه سيجما واي، يا اما البرمنديكولار على البلان ده اسمه سيجما ايه؟ زد، صح؟ ده بيسموه حاجه اسمها تراي اكسل ستريس. والاكس والسيجما واي والسيجما اكس بيسموها حاجه باي اكسل. اكس بس لوحدها بيسموها يوني اكسل. خدت حاجات في الماتيريال على فكره لو تفتكر. اول حاجه خدتوها ازاي تطلعوا الكاركترستيك كومبريسيف سترينث. ممكن يكون مسميات بس. ازاي تحسبوا الكاركترستيك كومبريسيف سترينث، صح؟ كنتوا بتحسبوا الاف اس يو اختبار قسم المكعبات. الاختبار ده بيسموه انكونفايند يوني اكسل كومبريسيف سترينث. انكونفايند عشان ده حاجه اسمها مش محصوره. يعني ايه؟ تجيب المكعب تحطه في مركز الضغط. يوني اكسيال عشان انت بتاثر عليه، يعني لو ده المكعب بتاع الخرسانه بتاثر عليه بالمكنه، بتاثر عليه بضغط محوري، صح؟ مش بيسموه اختبار الضغط المحوري؟ مش خاصه كده في الماتيريال؟ بيسموه يوني اكسيال ستريس. يوني اكسيال ستريس، فانت بتاثر بالستريس في دايركشن واحد بس او على بلان واحد بس، عشان كده بيسموه يوني اكسيال انكونفايند كومبريسيف ستريس. لو جينا المكنه في اختبار تاني بقى بتاثر، انك بتاثر بسيجما بفورس في الاتجاه ده وفورس في الاتجاه ده، في سيجما اتش وسيجما واي بيسموه تراي اكسل، ولو في ستريس على البلان الاخر بيسموه تراي اكسل ستريس. ماشي؟ طيب فدي النورمال ستريس اللي ممكن توجد على الالمنت ده. طب والشير ستريسز؟ الشير ستريسز برضه اللي توجد يا اما اكس واي في البلان، يا اما زد واي في البلان ده، يا اما زد اكس. وبالتالي مش هقول مش عاوز صوت تاني بالذات من بارت ده بقى. وبالتالي الستريسز عند اي نقطه في اي قطاع اي عنصر انشائي هم سته كومبوننت، ثلاثه بيمثلوا نورمال ستريس وثلاثه بيمثلوا ايه؟ شير ستريس. الثلاثه دول بتوع النورمال ستريس هم ايه؟ سيجما اكس سيجما واي سيجما زد، صح؟ والثلاثه بتوع شير ستريس تاو اكس واي تاو اكس زد تاو زد واي. تمام؟ حد عنده مشكله لحد دلوقتي؟ طيب ده اللي انا اللي هدرسه في السبيس او جنرال ستيت، حتى بيسموها جنرال ستيت اوف ستريس ات ا بوينت وذ ريجارد تو كوربينيت اكسس اكس واي وزد. دي الجنرال ستيت العامه. زي ما احنا عارفين ان الجنرال ستيت بتاع الفورسز يا اما هو في اتجاه اكس، يا اما هو في اتجاه واي، يا اما هو في اتجاه زد، يا اما عزم حوالين اكس، يا اما عزم حوالين واي، يا اما عزم حوالين زد، بيسموه التورشن، صح؟ ده الجنرال ستيت بتاع الفورسز، ده الجنرال ستيت بتاع السبيس، اكيد يعني يعملوا ريليشن كده بينهم. طيب برضه الالمنت ده كده بقى ده الجنرال ستيت للاكس دي اكس واي وزد، صح؟ اكس واي زد ده الجلوبال اللي احنا عارفينه. تخيلوا بقى خدنا الالمنت ده كده ولفيناه بزاويه معينه ايا كانت الزاويه دي ايه؟ خلينا الاكسس اكس داش واي داش زد داش، لا الاكس دي لفت ايه؟ باي زاويه سيبها. الالمنت ده انا بنسبه ايه؟ للاكس دي اللي انا عملت لها اورينتيشن، صح؟ وبالتالي الستريس بقت ايه؟ سيجما اكس داش سيجما واي داش سيجما زد داش، صح؟ وبرضه يشيل ستريس تاو اكس داش واي داش وهكذا، صح؟ عشان احسب بقى انا الستريس اللي انا عملت لها اورينتيشن دي ويز ريجارد تو الاكسس ديت هدخل معايا في اعتبار ايه؟ سي اكيد يعني، صح؟ فاكرين البرنسبل ممكن نرجع في اعدادي؟ اه برنسبل
هي هي بالظبط حتى نفس القوانين بس بقى الستريس اي انرجي. فهمنا يا جماعه كده؟ طيب احنا بقى يهمنا موضوع البلين ستريس او البلين ستريس اند ستريس. بلين يعني ايه؟ بنقيس مستوى ما بنجيش الكاميرا وبنقيسها سبيس، لان الكاميرا دي احنا عارفينها اسمها ايه؟ الكاميرا دي بيسموها ايه في الاستراكشر؟ سمبل بيب ايه؟ اسمها one dimensional element او line element. يعني انت لما تيجي تمسك عمود تحل structure تعمل الكاميرا ايه؟ خط والعمود خط صح؟ فبيسموه one dimensional element. عارف بيسموه one dimensional element ليه؟ عشان الابعاد بتاعة القطاع اللي هما الدي والتي صغيرين relative للينس small، عشان كده بنسميه one dimensional element او line element. طب البلاطة؟ لا الابعاد هي بالنسبة للسيكنس بتاعها كبيرة فبنسميها 2 dimensional element او area element. تمام؟ فاحنا الكاميرات او الفريم element ما يهمناش ان احنا ندرس فيها سبيس، احنا يهمنا احنا ندرس بلين على بلين معين. تمام؟ بس دي جنرال كيس، لازم كنا نشرح جنرال كيس عشان نفهم البلين سبيس جايه منين. طب دلوقتي تخيلوا معايا احنا هنعمل نفس الكيس دي بس على بلين مش في السبيس. يعني ايه؟ هناخد البلان اللي هو الاكس واي ده وهناخد الاليمنت في البلان ده بس. بص يا جماعه، اما حد يقول لكم يعني ايه كلمه بلين ستريس او بلين سترين، ده معناها ان انت شغال معنى كلمه بلين كده يعني ايه؟ يعني انت بتحسب الستريس في مستوى معين صح؟ ايا كان المستوى ده اكس واي زد واي اكس هكذا صح؟ ساعتها معناها ان الستريسز اللي بتحسبها في البلان ده ليها قيمه والستريسز اللي غير البلان ده ملهاش قيمه صح؟ ما هو انت مش مهتم او انت مش بتحسب الستريسز في البلان في البلانز غير البلان اللي شغال فيه، وبالتالي الستريس ساعتها الخارجي او السترين صفر. بمعنى انا دلوقتي هندرس البلان ستريسز البلان ستريسز الاكس والواي، وبالتالي المحور اللي عامل عليه هو زد صح؟ وبالتالي سيجما زد اللي هو النورمال ستريس في اتجاه زد اللي هو كده بزيرو، لان مفيش اي فورس هتيجي في البلان ده. ما هو معنى ان انا بلان يعني الفورس بتاعك جايه في البلان ده بس، مفيش فورسز خارجيه وبالتالي مفيش سيجما زد. يعني تخيلوا كده انا شغال في الاكس والواي والفورسز جايه لاف لام اف اكس لام اف واي، هل في اي قوه في اتجاه زد هتسبب نورمال ستريس سيجما زد؟ وبالتالي سيجما زد بكام؟ انا مش بقول لكم سيجما زد بزيرو عشان احنا شغالين في مستوى اكس واي، تخيل انا شغال في مستوى اكس زد يبقى سيجما واي ليها ايه؟ انا شغال في مستوى زد واي يبقى سيجما اكس ليها ايه؟ ده معناه ايه؟ معناه ان انا شغال في بلان يبقى الفورس كلها بتاثر في البلان ده، وبالتالي الستريس اللي هحسبها في البلان ده لو كده والستريس اوت اوف بلان ده ايه؟ زيرو. عشان ممكن نعم هو بالنسبه للمستوى اللي فوق اللي هو ماسك اكس زد الشير اسمه اكس واي طب ليه بقى؟ فين الشير اسمه ده؟ ده لا فوق في المستوى اللي فوق ايوه ده. ما هو بص الشير ستريس ده مش زي النورمال ستريس، الشير النورمال ستريس بيأثر على البلان صح؟ بيأثر كده يعني جاي بيأثر بالفورس كده او في عزم كده بيأثر على البلان ده. الشير ستريس زي ما احنا عارفين بيأثر على الاوت فايبرز بتاعت القطاع ايا كان نوع الشير ستريس، لان احنا قلنا بقى اما القطاع يلف في زاويه معينه ممكن يتولد عليه ستريس اكتر. ما هو ده الفايده من حكايه الروتيشن بتاع الاكسس. يعني ايه؟ ماشي اكس زد مثلا ايه؟ عشان وقع في المستوى بتاع اكس زد. لا بص ده ستريس ايه؟ مش هتطلبش فيها اسمه ايه؟ سيجما اكس صح؟ والستريس ده اسمه ايه؟ سيجما واي. الشيل ستريس ما بينهم هو البلان بتاعهم اللي ضامنهم. الشيل ستريس ما بين الاثنين دول هو البلان. ده اسمه ايه؟ زد. ده اسمه ايه؟ اكس. ده اسمه تاو اكس زد. الشيل ستريس بيأثر على الاكس والزد. ده اسمه زد وده اسمه واي. الشيل ستريس ما بينهم زد واي. عشان ما تطلعش نفسك هو في السبيس ده جنرال كيس. في البلان هتفهمها اكتر. يعني لما اجي اشتغل في البلان انا شغال في الاكس والواي. ده اسمه ايه؟ تاو اكس واي. ده سيجما اكس، ده سيجما واي، ده اسمه تاو اكس واي. ده عشان كله واقف في اكس واي. عشان انا شغال في البلان ده. مفيش اي فرصه لو عملت كده خالص ده معناها برضه ان الشيل ستريس اللي في البلان ده بس. زي ما احنا كنا بنقول نحسب الاستريس لما اقول لك دي كيو واي كنا بنقول التاو عالي تاو واي خلاص في اتجاه الفورس. يعني مين في الاخر كنت تشيل ستريس ما يهمنيش الدايركشن بتاعه. تمام يا جماعه؟ فتخيلوا كده اللي احنا طبقناه في الكيوبيك المنت ده هنطبقه في بلان. عشان كده ممكن تيجي مساله لذيذه يقول لك السيجما زد بتساوي ايه؟ طبعا يعني ايه سيجما زد مش عارفين.
تاو زد واي مش عارفين تاو اكس زد اي حاجه فيها زد مش اي حاجه فيها زد حسب اي حاجه فيها المحاور غير اللي انا شغال فيه فمعناها يعني عرفت ليه البلان دي صفر يا جماعه انا شغال في بلان فورس كلها اباي في البلان ده يبقى السبيس انا هحسبها في البلان ده وبالتالي السبيس اوت اوف كليم كام؟ طيب تعالى نحسب بقى السبيس اللي بيننا في البلان ده انا دلوقتي شغال في اكس واي وبالتالي نورمال سبيس ده سيجما اكس وده سيجما اكس بيعمل تنشن او كومبريشن او نورمال سبيس اتجاه اكس وده نورمال تنشن او كومبريشن اتجاه واي تمام وشيل ستريس هو تاو اكس واي على الاليمنت ده كله تمام يا جماعه طيب ده كده بالنسبه للجلوبال كورد من الاكس والواي والزد تعالى بقى عندهم اورينتيشن برضه في البلان هنلف البلان ده بزاويه سيتا البلان ده اكس داش اكس بقت اكس ايه؟ لفينا البلان ده بزاويه ايه؟ سيتا معينه الواي بقت ايه؟ والزد مفيش بقى فوت ريفرنس بس احنا زد ايه؟ يعني احنا شغالين ايه؟ بص الفرق بص الفرق بصوا الفرق يا جماعه بصوا في السي دي او السبيس احنا لفينا الثلاث محاور صح؟ احنا دلوقتي شغالين في بلان تخيلوا البلان ده هو اكس واي صح؟ وده الزد اللي بندور عليه انا جيت عملت روتيشن للبلان ده كده وزيت زد شفت الفرق؟ يعني ده اكس واي انا شغال فيه اهو ده الزد اللي بندور عليه اللي هو الاوت بلان اكس رحت انا جاي اعمل روتيشن الاكس واي ده بزاويه معينه دي سي زد زاوية واي صح؟ فبالتالي ساعتها الزد بيساوي زد داش ليه؟ لان انا شغال في بلين انا بحسب ستريسز في البلين حد عنده مشكله طيب لفيناها بزاويه وبالتالي الستريس هتبقى ايه برضه سيجما اكس داش سيجما واي داش وتاو اكس داش واي داش في مشكله في مشكله لحد دلوقتي طيب عاوزين بقى نحسب الستريس دي لو ده كله بنفهم موضوع الفرنس بالستريس ده جه منين وايه اهميته تعالى نحسب بقى الفرنس بالستريس دي قال لك بمنتهى السهوله الفرنس بالستريس او الستريس عامه او ترانسفورم ستريس اسمها ترانسفورم ستريس ترانسفورم يعني ايه؟ يعني انا هحسبها بالنسبه لاكسس اورينتد على الاكسس اللي انا ايه؟ عارفها قال لك سيجما اكس داش او واي داش انت عاوز نقولها هو عباره عن سيجما اكس كوبايه تربيع سيتا زائد وهتكتر عشان تجيب اكس بلس عشان تجيب واي ماينس يعني عشان تجيب اكس داش بلس تاو اكس واي عشان تجيب واي داش ماينس تاو اكس واي طيب ده الاورينت ده اللي هو الترانسفورم طب تاو اكس داش واي داش برضه تاو اكس اكس واي زائد تاو سيتا هكذا القانون ده قوانين القوانين دي جايه منين؟ القوانين دي جايه طيب يا جماعه ببساطه خد البلان ده كده والبلان ده كده عمل ريليشن بينهم عن طريق ان هو راح جاي عامل حل الفورسز وعمل الكوليجرام بسيط خالص سمشن فيكس فور زيرو سمشن كواد سير زيرو واستنتج الكود بس ده هو ستريس عن طريق ايه؟ عن طريق انه حل الستريس دي جاب لي علاقه بينهم القوانين دي مستنتجه من الكوليجرام بتاع الاليمنت ده مع ان خدنا الاليمنت ده ندرسه عشان نطلع القوانين دي صح؟ فاحنا درسنا الكوليجرام الاليمنت ده سواء بقى كان في السبيس او في البلاي فعنده الديريفيشن بتاعه مش مهم بس هو سهل جدا انت مجرد انك تحلل الستريس دي بزاويه وبعدين تقول سمشن اف اكس تساوي زيرو سمشن اف واي تساوي زيرو هتستخدم القوانين دي بس بلا سمشن اف سمشن السيجما تمام فالديريفيشن بتاعه مش مهم اما القوانين كده انا بقى بحسب الستريس اللي هي اكس داش واي داش وتاو ساعتها ممكن يكون في ستريسز اكبر من اللي انت حاسبها اللي هي الاكس والواي وانت لما حطيت التصميم بتاعك ان الاكس والواي دول هم ايه؟ الماكسيمم انت مصمم عليهم وبالتالي في ستريس اعلى فانت لازم تاخد مع اعتبار ده في ايه؟ التصميم فده معنى كلمه يا جماعه ترانسفورميشن اوف ستريس اند ستريس على فكره نفس القوانين دي خليها ستريس بس هي نفس القوانين بالظبط تمام يا جماعه؟ تمام يا جماعه؟ عرفنا يعني ايه موضوع ترانسفورميشن اوف بلان ستريس اند ستريس السترينث مش موضوعنا بس لازم تعرفوا ان ليه ان الستريسز والسترينث بيتوا مع بعض عشان تاني ده الجنرال كيس اللي هو الستريس عند اي نقطه هو 6 كومبوننتس 3 بيمثلوا نورمال و3 بيمثلوا شيء سواء بقى كان في الجنرال كيس اللي هو جلوبال اكسس او الاورينتد كيس اللي هو بالنسبه للاكسس اورينتد انا يهمني في البلين ستريس او البلين ستين انا بدرس المستوى المستوى اللي انا شغال فيه الستريس ده قيم الاوت اوف بلين ستريسز بزيرو اقدر احسب الاورينتد او ترانسفورمد او ترانسفورمد ستريسز عن طريق القوانين دي عن طريق الزاويه اللي انا اكتب بيها ايه؟ المستوى ده. في برضه كويشن كده بتقول لك ان سيجما اكس سيجما واي حوالين الجلوبال لازم تساوي سيجما اكس داش سيجما واي داش حوالين الاورينتد او الترانسفورمد. بمعنى قول لي في ايه يا باشمهندس؟ اقول لك في ايه؟
تخيل الاكس دي كانت الاول ب 5 سم بس والواي دي كانت 3. انا لما لفيت خلى الاكس دي مثلا 7 والواي دي بقت 1. فايه اللي حصل؟ ان الاستريس على البلان اللي هو الاستريس موازي الاكس زاد. طب ما انا مش واخد درع ده قال لي ماشي مش هيعمل لي مشكله. بس ده هيعمل لي مشكله ولا لا؟ لان انا مش واخد معاك برضه في التصميم وبالتالي ده زاد. بس في الاخر مجموعهم لازم يساوي مجموع ايه؟ لان هو في الاخر ما تعرفش هيستحمل اكتر من كده. بس هي الفكره اللي انا لما لفيت الترانسفورميشن ده بيخلي في ستريس تنشا ماكسيمم على بلانز معينه. انا لازم اخد برضه معاك في التصميم ولا لا؟ اكيد يعني صح؟ باشمهندس نعم يعني ده معناه ان انا كل ما الزاويه تختلف ممكن السيجما دي تزيد او تقل على حسب. طبعا ما اكيد انا هي اساسا الحساب السيجما اكس داش واي داش هي علاقه ايه؟ علاقه في الجلوبال صح؟ اللي هم سيجما واي وسيجما اكس والتو اكس واي وعلاقه بالزاويه صح؟ فدول مثبتين فهو اللي بيكونترول ايه؟ الزاويه. طب انا ايه اللي يخليني بقى دلوقتي اقدر اعرف ان دي اكبر سيجما هتيجي من الزوايا؟ يعني انا اعرف احدد الزاويه ازاي؟ ماشي؟ حد عنده مشكلة لحد دلوقتي؟ فهمتوا يعني ايه حكاية ترانسفورميشن أو ستريسز؟ عشان سيبكم القوانين القوانين دول يعني هتطبق بسهولة جدا لو أنت عارفينها وهتطبق وحصل تطبق عامل ازاي؟ بس أصلها جاي منين؟ أصلها جاي منين؟ جاي من دراسة الكوليكيوم أو الستريسز اللي هي اللي بنسألها. حد عنده مشكلة لحد دلوقتي يا جماعة؟ حد مش فاهم الستريس دي جت منين؟ طيب اتفضل. لا انت دلوقتي كديزاينر زي ما قلت لك الحاله دي مثلا بتاعت الرولز الماليه دي انت كده كده غصب عنك القمر هيجي كده صح؟ مالي فانت لازم تدرس في الحاله دي. في الحاله دي هتاخد معاك برنسبلز انت ما تلجاش ليها. انت ايه اللي يخليك تعمل لو انت مثلا قمر زي دي بتعملها مالي؟ انت ما تلجاش. انت لو الظروف التصميم هي بتفرض عليك ده احنا بنقول كده ليه؟ لازم تاخد ده معاك في اعتبار في التصميم. لان انت ممكن تكون حاجه مايله وعادي اورينتد وانت تحسب الاستريس عادي ما تاخدش معاك غلط في التصميم. يا جماعه اي موضوع في الاستريسز هو اللي بيموت عليه الديزاين. انت بتحسب الاستريس دي بدون اي لازمه عادي. بس انا قلت لك تاني انت خدت في الخرسانه سواء كان سموه قمر تحت ار سيكشن او تي سيكشن او ايا يكن من السيكشن تحت تاثير بيلدنج او شيل هي استريسز بس متحوره شويه يعني بسرعه بقى معادلات بتسرع الكلام ده كله. الار اللي انتوا بتجيبوها اللي هي يا اما التمت على بي دي سكوير يا اما فوق على اي يعني ما فيهاش حاجه. البي دي سكوير ده بيسموه فيرست مود اريا السكشن مودرس الار دي دخلت معاك فاكتورز بس مش اكتر. الشيل ستريس اللي انت تحسبوه هتحسبوه كيو على اريا على فكره هتحسبوه كيو على ار كيو على ايه الريكتانجلر سكشن عشان عارفين ان ده واحد ونص كيو على ايه هتحسبوه كيو على ايه بس وده ما تختاروا في الفاكتورز بتاعت الخرسانه هو في الاخر في الاول ستريس هتوضح اكتر معاك فين في الستيل. الستيل بقى مش زي الخرسانه الستيل ده حاجه اسمها هوموجينس ماتيريال فالستريس واضحه جدا ام في واي على اي اس على كل حاجه فيه. فهو موضوع الستريس مهم انت عملت ديزاين وانت طبعا كديزاينر يهمك انك ازاي تحسب الماكسيمم ستريس او تكسبكت الماكسيمم ستريس. لحد دلوقتي فهمنا يعني ايه ترانسفورم ستريس. طيب قال لك بقى ده هنا احنا عاملين ترانسفورميشن. طب انا ممكن اشوف الزاويه والزاويه دي برضه تجيب لي ممكن اعمل مثلا دي 5 دي 3 صح؟ دي 4 مثلا و4 والقطاع يبقى سيف تشيك عليه يبقى سيف مش مشكله. طب انا بقى يهمني ايه؟ يهمني الزاويه اللي تولد لي ماكسيمم ستريس صح؟ ما يهمنيش الزاويه الثانيه يهمني الزاويه اللي تولد لي ماكسيمم ستريس. قال لك خلاص الماكسيمم ستريس دي احنا عندنا حاجتين ماكسيمم نورمال ستريس ماكسيمم ايه؟ الماكسيمم نورمال ستريس بنسميها برنسبال ستريس بنسميها ايه؟ برنسبال ستريس تقع فين؟ في البرنسبال بلانز. البرنسبال بلانز دي اورينتد بزاويه اسمها ايه؟ برنسبال انجل سيتا دي سيتا برنسبال. ثاني عشان احسب الماكسيمم ستريسز انا عندي حاجتين ماكسيمم نورمال ستريس وماكسيمم شير ستريس. الماكسيمم نورمال ستريس بنسميها برنسبال ستريس. طب البرنسبال ستريس دي بحسبها فين؟ بحسبها في البرنسبال بلانز. البرنسبال بلانز دي اورينتد او ترانسفورم بزاويه اسمها ايه؟ زاويه اسمها سيتا برنسبال سيتا دي. طب ثاني حاجه اللي هو الماكسيمم شير ستريس او الماكسيمم شير ستريس بيبقى على بلانز روتيتد بزاويه اسمها ايه؟ سيتا شير او سيتا شيرين. في بلانز اورينتد بزاويه اسمها سيتا ايه؟ اس. بس هي لها ريليشن للبرنسبال بلانز هنعرف ازاي دلوقتي. طيب ايه بقى موضوع البرنسبال دي؟ قلنا خلاص موضوع البرنسبال دي اسمها ايه؟ نورمال نورمال ستريسز.
تقع فين؟ في البرنسبل بلانس. طب انا هحدد البرنسبل بلانس دي ازاي؟ زي ما احنا عارفين احنا بنلف بزاويه معينه، السي او ده ساعتها بنسمعها سيتا ايه؟ سيتا بلانس سيتا بي. طيب زي ما شايفين كده ده القطاع في الاول، انا رحت جاي لف في القطاع ده بزاويه اسمها سيتا بي صح؟ وانا لسه هقول لكم شويه، الزد ثابت وانا الاكس واي اهو، رحت جاي لف في القطاع ده بزاويه اسمها ايه؟ سيتا برنسبل. وبالتالي المحاور بقت اسمها ايه؟ سيجما ماكسيمم ومينيمم. بس اكس سيجما اكس وسيجما اتش سيجما اكس داش واي داش، انا خلاص سيجما اكس داش واي داش ده جنرال كيس. طب اما الف بزاويه سيتا برنسبل تبقى الماكسيمم والمينيمم، لان انا ساعتها قلنا البرنسبل اكس يعني الماكسيمم نورمال ستريس، البرنسبل ستريس الماكسيمم نورمال ستريس. طيب الزاويه دي سيجما هو بتاعها، الزاويه دي هو بتاعها 2 تاو اكس واي على سيجما اكس مع سيجما واي. الزاويه دي دايما تقاس عكس عقارب الساعه على المحور فين؟ يعني بعد ما نحسب الزاويه كده لف بالدايركشن ده كده عكس عقارب الساعه مع محور اكس. تمام؟ وركزوا معايا عشان اتلخبطوا في الزاويه. هنلف المحاور او البلان في زاويه اسمها سيتا بيتس، الزاويه دي عكس عقارب الساعه مع محور اكس، محدش فاهم دلوقتي خالص لما اخلص. تمام؟ خلاص الزاويه دي انا بحسبها بسهوله، انا هحسبها عندي الاستريس دي اللي هي الايه؟ الجلوب اكس واي والتاو اكس واي. طيب حسبت الزاوية، عاوز احسب الستريسز الماكسيموم منهم، قال لك سيجما ماكسيموم سيجما مينيموم اللي هم يساوي سيجما افريج زائد الراس الارضي، افريج زي ايه؟ افريج سيجما اكس زائد سيجما واي على الاثنين، فالافريج متوسط تحت مجموعهم على الاثنين. طب الار اللي هو الريديوس؟ ده كده تاو اكس واي ده سيجما اكس مع سيجما واي على الاثنين، الاثنين سيتا برنسبل مش دي؟ تاني كده تاني 2 سيتا، تاني 2 سيتا برنسبل بتساوي ايه؟ تاو اكس واي على سيجما اكس على سيجما واي على الاثنين، صح؟ طلع الاثنين بس فوق. فدي ايه؟ ده الروم سبيس ده شيل ستريس، الار اللي هو الريدوس عباره عن ايه؟ الجذر التربيع، سيجما اكس مع سيجما واي على الاثنين كل تربيع، صح؟ زائد تاو اكس واي تربيع، صح كده ولا لا؟ فده الافريج وده الار. تاني 2 سيتا برنسبل انت لو بتظبط بص المثلث ده ضرب بس كده هتجيب كل حاجه. المثلث ده هيجيب اول حاجه تاني 2 سيتا برنسبل والزاويه دي عكس عقارب الساعه مع محور اكس. تاني 2 سيتا برنسبل هي تاو اكس واي على سيجما اكس على سيجما واي على الاثنين. طب سيجما ماكسيموم سيجما افريج اللي هو اكس واي على الاثنين زائد الار. المينيموم سيجما افريج ناقص الار. تمام؟ كل اللي انا بحسبه ده بحسبه فين؟ في ترانسفورم بلانز اسمها ايه؟ برنسبل بلانز صح؟ لفه بزاويه معينه اسمها ايه؟ سيتا برنسبل. اوكي. انا كده حسبت النورمال ستريس الماكسيمم نورمال ستريس والماكسيمم والمينيمم نورمال ستريس صح؟ طب الكورسبوندنج شير ستريس للبرنسبل بلانز بزيرو. البرنسبل بلانز خاصه بالنورمال ستريس زي ما احنا قلنا في الاول، وبالتالي الكورسبوندنج شير ستريس للبرنسبل بلانز او البرنسبل ستريس بيساوي كام؟ يعني لما اقول لك تاو كورسبوندنج للسيجما ماكسيمم مينيمم كنتوا كام؟ زيرو. طيب طب فين بقى الماكسيمم شير ستريس؟ قال لك الماكسيمم شير ستريس يوجد على زاوية تانية اسمها سيتا شير، سيتا شير. طب الماكسيمم ده قيمته ايه؟ قال لك الماكسيمم ده قيمته زائد او ناقص الار. زي ما احنا قلنا احنا في الشير ستريس ما بيهمناش الشرار، ما بيهمنا ايه؟ كيلو. في اي شير ستريس ما بيهمناش في اي شير فورس تيجي تصممه تصممه ازاي؟ تاخد الماكسيمم عند السبورت صح؟ ما تاخدوش الشرار، الشرار ما بيهمناش هو زائد او ناقص الار. اللي احنا زي ما قلنا القوه جايه من فوق فهي بتعمل شيرنج للقطاع، القوه جايه من تحت فهي بتعمل شيرنج برضه للقطاع، يعني هي كده بتعمل شير ايه؟ بتعمل شير قطاع، بتعمل فصل للقطاع، جايه من برضه من تحت، لا بتعمل فصل للقطاع برضه. طب العزم، العزم لا، لان العزم لما يكون العزم كده كومبريشن فوق والتنشن ايه؟ تحت، اما العزم كده لا، لان الكومبريشن تحت والتنشن فوق، فالفرق فين؟ في التصميم. طب تمام، قال لك بقى الشير ستريس او الماكسيمم شير ستريس بيقع في بلان بيلف بزاويه معينه اسمها سيتا شير عن الوضع الاصلي. طب السيتا شير كام؟ قيمتها ايه؟ تان 2 سيتا شير بيساوي سالب سيجما اكس بلس سيجما واي على 2 تاو اكس واي. ماشي؟ طب التاو ماكسيمم زائد او ناقص الار. طب الكورسبوندنج نورمال ستريس انا هنا بحسب ماكسيمم ايه؟ طب الكورسبوندنج نورمال ستريس الافريج سيجما افريج. تمام؟ نلاقي يا جماعه ممكن ننسى ده خالص وبعد ما نحسب البرنسبل بلانز لف ده تاني بزاويه 45 هنحصل على الشير بلانز اللي عليها الماكسيمم. يعني سيتا اس زائد سيتا بي بيساوي 45
بس لازم تلاحظ جدا ان الزاويه سيتا بي يعني عكس سيتا اس. لو دي كده يبقى ايه؟ حيث الاثنين يكونوا زاويه ايه؟ 45 زي ما انا راسم كده. يعني سيتا بيس احنا عارفين ارتباط عكس عقارب الساعه مع المحور ده صح؟ سيتا اس لا مع عقارب الساعه مع محور اكس، بحيث ان سيتا اس سيتا بي يساوي كام؟ 45. فنستنتج من كده ايه؟ ان الماكس شير ستريس اون بلانز بتكون زي ما انت كان بقى مع البرنسبل بلانز 45. احنا بس بنعمل ريليشن بالبرنسبل بلانز يعني مينيمم ولا لا شير ستريس مش مهم. طب هو امتى موجب او سالب يعني؟ هي قيمته هو مثلا قيمته 2 موجب اتنين عشان قلنا شير ستريس موجب او سالب. تاني يا جماعه البلان اللي عليه ماكسيمم شير ستريس بيعمل زاويه كام مع البرنسبل بلانز 45. فانت بمنتهى السهوله بعد ما تجيب السيتا بي ترجع تلف الالمنت ده بزاويه 45 على الوضع اللي انت حساب ده سيتا بي تحصل على ايه؟ سيتا اس. يعني انت مش عاوز تعمل سكوير، هي مش مسمى مش سكوير قانون واحد كله، هي مسمى ده بيزيد كل حاجه. ليه دايما عكسها؟ نعم؟ ليه دايما عكسها؟ ليه دايما عكسها؟ هو الشير ستريس بعد ما احنا شرحنا قلنا بنلف بزاويه معينه ممكن ينشا ماكسيموم ستريس ممكن ينشا مينيموم يعني ممكن يقل على الحاسبه ويزيد. فانا لما جيت لفيت بالزاويه دي لفينا بزاويه معينه اسمها سيتا برنسبل نتج ان الستريس از النورمال ماكسيموم مينيموم. بس الشير ستريس نتيجه الزاويه دي يعني انت لو رحت عواقب سيتا برنسبل انت مثلا ممكن عاوز تحسب الشير ستريس لو عواقب سيتا برنسبل القانون ده في الـ في التاو ماكسيموم ايه؟ تحت اسمها بقى في التاو اكس داش واي داش التاو اكس داش واي داش يطلع بزيرو. يعني انت لو ما تحسب السيتا برنسبل طلع مثلا ممكن يبقى ب 20 درجه روح عوض في التاو اكس واي يطلع بصفر وعوض في سيجما اكس داش واي داش هيطلع ماكسيموم منه. فما احنا لفينا البلان ده بزاويه معينه نتج عنه ان في ماكس او نورمال ستريس ومهم نورمال ستريس ولكن الكورسبوندنج ليهم ايه؟ شير بزيرو. طب ده انا الماكس الكورسبوندنج شير بزيرو ما يهمنيش صح؟ انا يهمني الماكس. فما جينا درسنا تاني عشان نجيب الماكس لان انا بيقع على زاويه قيمتها سيتا اس بحيث انها تتكون 45 درجه مع ايه؟ مع سيتا بي. في الحاله دي الكورسبوندنج ولا افريج فهو ما يهمنيش لانه اقل من ايه؟ بالماكس. انا يهمني في الاخر والاول يا جماعه صح؟ انا يهمني ده يهمني ده بس لازم نبقى عارفين ان الكورسبوندنج ستريس قيمتها ايه في كل حاجه. فهمنا يا جماعه؟ كل اللي احنا عملناه بص كده ردوه مع بعض تاني ده وصلنا ده صح؟ بعد كده وصلنا ده دي جنرال كيس دي بلان كيس او ستيت بعد كده الماكسيموم بقى سواء كانت ماكس او نورمال ستريس بنسميها برنسبل ستريسز طبعا برنسبل بلانز بتعمل زاويه اسمها سيتا برنسبل او ماكس او شيتا شير ستريسز بتعمل زاويه قيمتها سيتا اس بحيث انها تتكون زاويه 45 مع البرنسبل ايه؟ بلانز. في حد عنده مشكله في الشرح ده كله؟ في حد فيه حاجه متقلب؟ في حد عنده مشكله في الفهم ده؟ التطبيق بص مش اسهل كلمه خالص مجرد التطبيق في القوانين مش اكتر. في حد عنده مشكله في الفهم؟ ترانسفورم ستريسز؟ Okay.